السلام عليكم. في هذا الفيديو رح نحكي عن أجمل 10 عطور شتوية فئة الفانيلا. المركز العاشر في هاي المجموعة هو بيري إلياس بلاك فانيلا أبسولوت، أجمل العطور اللي قدمت العود مع الفانيلا مع الوايت توباكو أو التبغ الأبيض. الأداء تاعه متوسط لفوق المتوسط، نحكي عن 6 ساعات ونص لسبع ساعات ماكسيمم ثبات، الفوحان ساعة ونص. المركز التاسع في هاي المجموعة عطر 2126، من أكثر العطور مبيعا في فلسطين، عطر يقدم نوتة الفانيلا بطريقة سلكتيف، بطريقة شبابية جدا. الأداء ممتاز لهذا العطر بالنسبة لسعره، النوتة مش كثير مكررة، والعبوة شكلها جميل، والمغناطيك كاب لهذا العطر زي ما احنا شايفين عطر غني عن التعريف. بتوقع اكيد جربتوا هذا العطر، من العطور اللي قدمت الفانيلا مع النوتات السويتية، شبابي جدا، اداء جيد، مناسب جدا لفصل الشتاء. ان شاء الله رح اعمل فيديو كامل عن هذا العطر. المركز الثامن في المجموعة هو 212 VIP Black، ايضا من اكثر العطور مبيعا في العالم العربي وخاصة عندنا في فلسطين. العطر يقدم التونكابين والفانيلا بطريقة سويتية، بطريقة جذابة، في توازن في النوتات، بتحسه مش اوفر سويتي، مش اوفر خشبي، مش اوفر سبايسي، في النوتة السويتية عاملينها كارلينا هيريرا بطريقة متوازنة جدا جدا جدا. إذا بتحب عطر 1 مليون، عطر الجورمون، عطر السويتية، عطر سترونجر وذ يو، هذا ينتمي إلى هاي الفئة ولكن بطريقة أقل حدية، السويتنس فيها توازن، جذاب شبابي جدا جدا والأداء ممتاز. في المركز السابع في هاي المجموعة عندنا عطر ماجنيفيسنت من أرمان. إذا أنت سألت عن أكثر عطر في العالم ثبات وفوحان رح يحكوا لك انترلود من أمواج. هذا العطر أداؤه أفضل من انترلود، الثبات لهذا العطر 24 ساعة على الأقل على الجلد مش على الملابس بدون مبالغة. الفوحان احنا بنحكي عن 4-5 ساعات فوحان. العطر يحاكي عطر بيور اكسس من باكو رابان، الطريقة اللي معمول فيها بيور اكسس، الفانيلا السويتية، المكونات السويتية، في ريتش في هذا العطر، في يثفل، في شبابي، في قوة، في تفرد. إذا أنت من الأشخاص اللي بيحب لما يفوت على مكان يعبي العطر المكان، بنصحك في هذا العطر جدا جدا جدا. العطر بكل صراحة الأداء نووي، مش كتير بشوفه مكتبي، لأنه إذا بتفوت على مكتب وانت رش هذا العطر رح تعبي المكان، يعني مش مكان مغلق، العطر للأماكن المفتوحة. في المركز السادس في هاي المجموعة هذا العطر معشوق الشخصي، هاي العبوة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مش متذكر كم استهلكت من هذا العطر. عطر كريز من أرماف، أفضل وأنقى وأجمل بديل لعطر ديمارلي بيكاسوس. سعر ديمارلي بيكاسوس حوالي 240 دولار، هذا يقدم بسعر 30-35-40 دولار، أحيانا أغلى شوي لأنه بقل أحيانا في السوق. نوتة الفانيلا مع اللوز، النوتة الجذابة، في غرابة اللي هي نوتة اللوز، إعادة الصياغة خلته بدل ما يكون الثبات 14-15 ساعة يكون ثباته 10-11 ساعة، والفوحان من 5-6 ساعات لأربع ساعات. بالنسبة إلي حتى لو صارت إعادة صياغة أخرى لهذا العطر وقل أكثر رح أرجع أشتري، لأنه 12 ساعة فير إنف، و10 ساعات فير إنف، و8 ساعات فير إنف، بيعطيك 105 ملي وبسعر مناسب والنوتة جميلة. في المركز الخامس في هاي المجموعة عطر لا يقل ثباتا من ناحية الثبات والفوحان عن العطور الاثنين اللي سبقوه، طبعا أقل شوي من ماجنيفيسنت، أقل شوي من كريز لأنه كريز برضو أداء نووي، ولكن هذا العطر بيعطيك 10 بلس اورز كثبات، والفوحان 4 ساعات. النوتة الموجودة هي نوتة القهوة مع الباتشولي مع الفانيلا، النوتة السويتية مع التونكابين، نوتة فيري سيدكتيف، الافتتاحية شوي مخادعة، رائحة اطارات السيارات شوي اول الافتتاحية، بعدين بتروح هاي العطر بس يهدى بصير يعطي بطريقة سيدكتيف. سر نجاح كل عطور ايمن او موغلر الأوريجينال هي بيور هافان، بيور وود، بيور تونكا، كلها بسبب هذا الإصدار، هذا الإصدار الأول، وكل إصدارات موغلر الأخرى مستوحاة من الدي أن إيه لهذا العطر، عملوا بس بعض التغييرات في العطور الأخرى لأنه هذا العطر كان نجاح باهر، نجاح فوق الخيال، هو اللي نجح شركة موغلر من ناحية الثبات والفوحان والنوتات وتفرد النوتة. عطر غني جدا جدا وسعره كثير مناسب. في المركز الرابع في هاي المجموعة عطر روز وود من العربية للعود. طبعا احنا نعرف معلومة العطور الشتوية أدائها بشكل عام أفضل من العطور الصيفية، لذلك معظم هاي العطور إذا لاحظتوا أدائها من فوق المتوسط إلى ممتاز جدا مونستر. ولما يكون العطر شتوي وفي فانيلا أو تونكابين، خاصة الفانيلا، الفانيلا بتعطيه أداء مضاعف لأنها الفانيلا بتعمل على تثبيت العطر. نوتة الفانيلا بالعادة
من النوتات اللي بتثقل العطر، بتخليه ثباته اكثر وفوحانه اكثر. لما نحكي عن روز وود من العربيه العود، من اجمل عطور العربيه العود اللي قدمت نوتة الخشب مع الفانيلا مع الروزز او الورود في قاعده. في العطر يونيسكس اداؤه مونستر، النوتة جميله صديقتي، بشوفه مناسب لكلا الجنسين. البعض بشبهه بروز فانيل من مانسيرا الى حد ما قريب منه، ولكن الاداء لهذا العطر افضل. الخلطه الحبكه معموله بطريقه ريتش، بطريقه اجمل حتى من روز فانيل من مانسيرا. اذا بتحب مانسيرا روز فانيل جرب هذا العطر راح تعشقه. في المركز الثالث في هذه المجموعه عطر فيرزاتشي ايروس، من اكثر العطور اللي بحبوها الصبايا على الشباب. يعني اذا سالت زوجتي شو اكثر عطر بتحبيه علي لما ارشه، راح تحكي لي فيرزاتشي ايروس، بالرغم من انه نسخه الايدي تواليت ونسخه الايدي بيرفيوم تقدر تشتري اي واحد فيهم، اثنين جميلات. ممكن الايدي بيرفيوم صار تحديث على هذا العطر، صار الاداء افضل، النوتة صارت ريتش اكثر، غنيه اكثر، والثبات والفوحه تاعها افضل، ولكن الايدي تواليت تفي بالغرض. هناك بدلوا التفاح الاخضر اللي هون بالتفاح الاحمر، والفانيلا صارت اثقل، لكن ستيل من اجمل عطور الفانيلا اللي فيها اللمسه المتلاعبه، اللمسه الشبابيه، عطر شبابي جدا جدا جدا، عطر مكتبي جدا جدا. الاداء تاعه جيد جدا ناحيه الثبات والفوحان، وبمناسبه سعره متوفر جدا جدا في عالمنا العربي. بنصحكم بتجربه فيرزاتشي ايروس ايدي تواليت او ايدي بيرفيوم. في المركز الثاني في هذه المجموعه برادا امبر انتنس، هذا العطر بقدم لك الصيف بطريقه شتويه، نفس النوته الكلين الفريش اللي موجوده في عطر برادا امبر ايدي تواليت، ولكنها محبوكة بطريقة شتوية، مضاف اليها نوتة الفانيلا، نوتة ارضية، نوتة من الباتشولي الارضي، معطيته طابع ايرثي، معطيته طابع دستي، طابع دخاني، طابع عفوا ترابي، معطيته طابع اليجانت، معطيته طابع ايش بدي احكي، شوكولاتي، دارك شوكولات او شوكولاتة السوداء. العطر سعره مناسب حوالي $70، الثبات تاعه 10 بلس اورز فوق العشر ساعات. الفانيلا المقدمه في هذا العطر فانيلا غنيه، مش راح تشمها في اي العطور الاخرى، مقدمه بطريقه شوكليت، بطريقه شوكليت جميله النوتة صراحه، جميله جدا جدا. يعني انت تستمتع وانت تشم في هذا العطر. طبعا برادا معروفة شركة ايطالية بتحترم الكاستمر تاعها، وبتنزلش اي منتج على السوق، بتنزل المنتجات خاصة الخط الكلاسيكي لبرادا امبر ايدي تواليت ولبرادا امبر انتنس. هدول العطرين يعني بتحس الفخامة الايطالية على اصولها في هدول العطرين، من اجمل العطور الشتوية اللي قدمت الفانيلا بطريقة رائعة مع الباتشولي. بنصح جدا بتجربته. رقم واحد في هاي المجموعة هو عطر التراميل، اكثر عطر بتحبه الصبايا على الشباب، لدرجة انه العطر التراميل عطر ذكوري، الصبايا بتشتريه وبترشه باح مع الاجاص، النوتة الفاكهية مع الفانيلا مع القالب السكري السويتي. العطر من انجح وافضل اصدارات جامبو جوتييه على الاطلاق لحد الان، مش قادرين ينتجوا اصدار يحاكي هذا الاصدار او يوصل لمستواه مع نجاحات اصداراتهم الاخرى، لكن الجميع بضل يقارن بيننا عطر بنجاح التراميل. التراميل من جامبو جوتييه من اجمل اصدارات جامبو جوتييه، عطر فيه انرجي، فيه حركه، عطر كلابينج، عطر للناس اللي بتتحرك. من اكثر العطور اللي تلقيت مديح عليها على الاطلاق، ما مش لقيت مديح لعطر بيشبه هذا العطر، عطر للخاطبين للمتزوجين، اداؤه ممتاز، 9 بلس اورز كثبات والفوحان 3 ساعات على الاقل. عطر من العطور الشتوية اللي بنصح جدا باقتنائها. في نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك. شكرا لكم.